عندما فكرنا في الوزارة بتنظيم المنتدى الثالث، انطلقنا من قناعة راسخة، ألا وهي الالتزام بخلاصات المنتدى الثاني بأكادير. أخذنا آنذاك على عاتقنا أن نهتم بكل القضايا المرتبطة بمغاربة العالم، سواء في بلدان الاستقبال أو في علاقتها بالمنظومة القانونية في البلد الأصلي. هذه القناعة ترجمناها انطلاقا من التوجيهات الملكية، ما دام أن جلالة الملك له اهتمام خاص واستثنائي بمغاربة العالم. هذا اللقاء يعتبر مناسبة سانحة للتفكير الجماعي بشكل مسؤول في الإشكاليات التي تعترض مغاربة العالم في مجال قضاء الأسر، ولا شك كذلك أن الخبرات والتجارب المقارنة الحاضرة في هذا اللقاء والمتجلية فيكم السيدات والسادة المشاركين في الندوة، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، لا شك أن هذه الكفاءات ستكون قوة اقتراحية عالية الجودة في مسار تطوير قانون الأسرة ببلادنا. من خلال نقاشاتها ومن خلال الأفكار التي ستعبر عنها والتوصيات التي سيتمخض عنها هذا اللقاء، والتي سوف تستحضر بدون شك الإشكاليات المتعلقة بآثار الأحكام والعقود الأجنبية بالشكل الذي يضبط حدود الاعتراف وحالات إلزامية سلوك مسطرة التدهيل بالصيغة التنفيذية ومجالات مراقبة السلامة الدولية للأحكام وتجلياتها، مما سيسمح للمنظمين باستخلاص اقتراحات قد تفيد المراجعات القانونية التي قد تحدث فيما يستقبل من الأيام. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.